مساكم الله بالخير. اليوم نجاوب على سؤال اللي هو هل ممكن نسوي اكثر من سب تايبس بالاتريبيوت ونحدد مدخل البيانات. هو حتى نفهم شنو سب تايبس بالنسبه للمبتدئين، السب تايبس والدومين هو شيء يشبه القائمه المنسجله. بالبدايه احنا حتى نسوي سب تايبس البرنامج محددنا بنوع واحد، ليش؟ لان به ارتباطات برمجيه. لكن هل ممكن نسوي قوائم منسجله لكل عمود؟ نعم ممكن. شلون؟ خلينا نشوف هذا المثال. open attribute. اوكي خلينا نشوف هسه هذا في البدايه، خلي نثبت ال table of content ونسوي زوم في layout. والان هسه احنا نريد ندخل بيانات هاي النواحي. النواحي اللي ما يعرف النظام العراق، العراق يتكون من محافظات اللي هي محافظة نينوى. المحافظة تتكون من أقضية، والأقضية تتكون من نواحي اللي هي الوحدات الإدارية الصغير. اوكي احنا بدنا نحدد المستخدم بادخالات معينه. خلينا نشوف هذا المثال انه احنا ايش سوينا. اوكي مثلا هذه الناحيه يجي يريد يدخل البيانات، راح يروح باتجاه، او مثلا هاي الناحيه راح يروح باتجاه قضاء مثلا اللي هو الحمدانيه. فيجي لما يضغط يختار القضاء، راح يختار واحد من هاي القضايا. فاحنا حددناه بقائمة مسجلة معينة اللي هو فقط هذه، ما ممكن حتى لا يصير اخطاء املائية بين مدخل ومدخل اخر او من هذه المشكلات. فراح نختار القضاء اللي هو الحمدانية. لما نختار الحمدانية راح يودينا باتجاه ايضا خيارات محددة فقط في الحمدانية اللي هي مركز الحمدانية او بطلع النمود اللي هي الوحدة الادارية اللي احنا مأشرينها اللي هي النمود. هذا التقييد للمستخدم، هذا يسمى subtypes ودومين. الفرق بين السب تايبس والدومين انه السب تايبس ممكن يتضمن دومين، يعني هسه هذا حاليا احنا نسوي سب تايبس. بدايه خلينا نتعلم شلون نسوي الدومين اللي هو مثل ما نشوف اللي هي هذه القائمه المنسجله. اوكي خلينا نسيب يس ونسد هذا ونروح باتجاه نشئ جيوداتا الجديده ونشتغل على اللي هو هذا التيست. اوكي ونسوي ميك ديفولت حتى نشتغل براحتنا. اوكي نسحب هسه هذا الشيب فايل مال النواحي، راح نفتح الشيب فايل مال النواحي بالاتريبيوت. ومثل ما نشوف هسه حاليا احنا ما عندنا اي عمود. بالبدايه احنا حتى نضيف اول شيء نضيف حق جديد، مثلا خلينا نسميه القضاء. مثل ما قلنا احنا حاليا هسه راح نتعلم شلون نسوي الدومين اللي هو احنا نحدد بقائمه مسجله محدده. فنختار القضاء، نختاره تكست لانه راح يكون عندنا نصوص. اوكي اللينث خلينا نخليه 25. اوكي ننطي اوكي. اصبح عندنا عمود يخص القضاء. هسه شلون نحدد المستخدم بحيث انه يحدد لنا اقضيه محدده؟ نروح باتجاه الكتالوج، نختار جيو داتا بيس وليس الفيتشر، نختار جيو داتا بيس، نقول له بروبرتيز، بعدين نروح باتجاه ال عفوا احنا نختار الجيو داتا بيس ونختار بروبرتيز، نروح باتجاه الدومين. لحظة خلي نسد ريفرش، ناخذ الجيو داتا بيس نقول بروبرتيز، شكل قبل شوي البرنامج راح باتجاه البروبرتيز مال فيتشر كلاس. الان نجي على الدومين، احنا القضاء هنا راح نقول له القائمة اسمها شنو؟ الأقضية مثلا. الأقضية. زين؟ بدي الوصف ماله شنو الديسكربشن؟ اسماء الأقضية. اوكي؟ زين. نجي الآن نحدد نوع العمود شنو هذا؟ بما ان احنا نتعامل مع أسماء فراح نختار شورت تكست عفوا. ما راح يختار تكست، راح يحددنا بالدومين تايب، راح يتغير الى الكودد فاليو. اكو نوعين، لو كان عندنا الشورت انتجر عفوا، فاحنا مثلا لوج انتجر، الدومين ممكن نغيره الى رينج او كودد. يعني لو كان عندنا غير قيم ممكن ندخل ارقام، نحدد المستخدم بارقام، فاحنا نستخدم الرينج، نقول له حدودك من العشرة مثلا كسرعه في طريق الى 100، فهو ما يقدر يدخل اكثر من مثلا يدخل 110، راح يعطيه خطا البرنامج. اوكي نتعلمها لاحقا. خلي احنا نركز هسه على خيارنا هذا اللي هو الاسماء. الاسماء مثل ما قلنا هي تكست، ونوع الدومين
قلنا هو نوعين الكودد والرينج. الرينج للارقام خلينا بالكودد اللي احنا يعني راح نعطي كل قضاء كود حتى يفهمها البرنامج. وهاي السبلت بوليسي والميلت بوليسي هاي بالنسبه لعمليات الدمج. لو احنا بدنا ندمج هاي القطع الاربعه البيانات مالها شلون راح نتعامل معاها، ولو ودنا انه بالعكس نقسمها شلون راح نتعامل معاها. ممكن تخليها ديفولت فاليو او خليها مرحله ثالثه لان هذه بيها تفصيل انه البيانات هل راح ياخذ بالنسبه لبيانات الحقول ديفولت فاليو نفسها لو يدمج لو يبقيها ديفولت. طبعا بيها تفصيل حسب ما يعني ممكن ناخذ لاحقا بالارقام. اوكي نجي هسه على الكودات ننطي رقم واحد اول قضاء اللي هو مثلا الموصل، وبعدين ننطي رقم اثنين القضاء الحمدانية، باب ثلاثة القضاء تلكيف، باب أربعة حطول عليكم بس هي الأقضية تسعة، خمسة باب سنجار، ثم ستة باب البعاج، باب سبعة المخمور، وعندنا ثمانية تل العفر، وعندنا تسعة بقى عندنا منو موصل حمدان تلكيف سنجاب بعد مخمور تل العفر الشيخان. اوكي هسه ننطي ابلاي. هسه ضاف لنا دومين او نطاق اسمه الاقضية. كل اللي علينا انه احنا نروح نربط هذا الدومين وين بهذاك الحقل. اوكي هسه نقول له اوكي، نجي على حدود النواحي، نجي على بروبرتيز. اوكي هسه احنا للفيتشر ونحدد ونجي نختار القضاء. لما ناشر ليرم القضاء راح يطلع لنا الفيلد بروبرتيز التفاصيل مال هذا الحقل. فاحنا وين نجي على دومين راسا، هو حدد لنا شكل دومينات عندنا حاليا موجود فقط الاقضيه، راح نقول له اوكي ونقول له ابلاي وناخذ اوكي. هسه لو رحنا الى الاديتر حتى ندخل البيانات اوكي كونتينيو، راح نفتح الاديتر الاتريبيوت ونجي مثلا نريد ندخل هاي. زين لما نجي راح يظهر لنا قائمه مسجله اي قضاء، اذا هذه محدده بقضاء الحمدانيه، هاي المنطقه وين، هاي المنطقه محدده بقضاء مخمور. هل ممكن انه انا انشئ اكثر من، هل ممكن انشئ اكثر من دومين؟ طبعا ممكن تنشئ اكثر من دومين حسب ما انت تحتاج. اوكي وحتى نكمل مثل ما قلنا نقدر نضيف اكثر من قائمه مسجله، راح اروح باتجاه انه نضيف قائمه مسجله اخرى جديده اللي هي راح نسميها انه هاي الناحيه بها تصميم لو ما بها تصميم. فنكتب التصاميم ونحولها الى تكست ونقول له هاي نحولها الى 20 ونقول له اوكي. الان نروح باتجاه الكتلك مره اخرى ونروح نسوي لنا على الجيوداتابيس نسوي دومين جديد اللي هو احنا راح نسميه التصميم. الوصف هو توفر التصاميم. اوكي والنوع ايضا راح نحدد الفيلد تايب بتكست. فالدومين راح ياخذ كود مثل ما قلنا، ما راح ياخذ رينج. الرينج قلنا راح يعني نشرحه في مره اخرى. هسه نبدا ننطي الكود. فاول كود ننطي واحد ليوجد تصميم، والثاني لا يوجد تصميم. ننطي ابلاي اوكي. نروح مره اخرى وين، الى الفيتشر كلاس على البروبرتيز ونجي على التصاميم نختار عفوا ما نغير التكست، نجي نأشر التصاميم، نجي على دومين نختار التصميم راح نقول له ابلاي اوكي. هسه راح نشيك نفتح الاديتر ستارت اديتنج كونتينيو. خلينا نقول له مثلا هاي الناحيه اول شيء مثل ما شفنا احنا حددناها بالحمدانيه، والان حددناها بقائمه مسجله اخرى يوجد تصميم او لا يوجد تصميم. بعد ما شفنا انه شلون قدرنا نسوي قائمه منسدله وقائمه منسدله اخرى اللي هي قائمه التصاميم يوجد تصميم او لا يوجد تصميم، راح نتوقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بالفيديو الجاي على شلون نسوي قائمه فرعيه مرتبطه بقائمه اخرى محدده بقائمه اخرى.
وهو اللي شرحناه بداية هذا الفيديو اللي سميناه سبتايتل. نلتقي إن شاء الله بالفيديو الجاي، وتقبل أرق تحياتي.